من بيروت ينضم إلينا رئيس قسم المحليات في صحيفة نداء الوطن اللبنانية الكاتب محمد نمر. أستاذ نمر حياك الله في قناة المملكة. نتحدث عن الأزمة التي يمر بها لبنان، هل هي وبائية وصحية؟ هل نقل سياسية؟ هل نقل اقتصادية؟ كيف تصنف الأزمة في لبنان بحسب تحليلك أنت أستاذ نمر؟ نعم، الأزمة في لبنان هي قائمة على الثقة ما بين مفقودة، ثقة مفقودة ما بين الدولة والشعب اللبناني، ثقة مفقودة ما بين لبنان والمجتمعين العربي والدولي، وثقة مفقودة من الناس تجاه القطاع المصرفي. يعني أصبحت الأزمة اقتصادية انعكست على الوضع المعيشي، ولكن هي أساسها أزمة سياسية ترتبط وتشكل نوع من الانعكاس لما يجري في المنطقة، وتحديدا الصراع الأمريكي الإيراني، لسبب أساسي أن هناك طرفا في لبنان ينفذ الأجندة الإيرانية وهو حزب الله، فجذب كل المشاكل التي تحدث بالمنطقة جراء هذه الأجندة وتدخلاتها في الدول العربية جذبها إلى لبنان، سواء بجذب العقوبات أو بجذب الإرهاب أو بجذب الحصار الاقتصادي الواضح هو على حزب الله، ولكن لبنان أيضا بات يدفع الثمن لأن حزب الله يسيطر نوعا ما على مفاصل يعني البلد. أفهم من حديثك أستاذ نمر بأنه هل بات لبنان قاب قوسين أو أدنى كما يقال على الانحدار، على مشارف الانحدار، على لربما الانزلاق إلى انهيار قادم ومرتقب بخضم هذه الظروف؟ نحن أساسا نعيش الانهيار، يعني نحن لا يمكن أن نقول أننا نتجه إلى انهيار. لبنان حاليا بحالة الانهيار، وحتى انهيار جدا قاسي، ولا يمكن الخروج منه بطريقة جدا سهلة، بل العكس، لبنان اليوم يحتاج على الأقل إلى 5 إلى 6 مليارات دولار في المرحلة الأولى فقط من أجل أن يتوقف الانهيار الاقتصادي الحاصل، ومن بعدها يحتاج إلى المزيد من المليارات من أجل أن يستعيد شكله الاقتصادي. ولكن المشكلة الأساسية هي بلبنان نفسه، يعني اليوم هناك رسالة واضحة من فرنسا، رسالة واضحة من دول الخليج والدول العربية، ورسالة واضحة من أمريكا. لابد من أمرين في لبنان ليصطلح وضعه. الأمر الأول هو الإصلاح. اليوم هناك من هم بالحكم، وتحديدا التيار التابع لرئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية، لا يريدون الإصلاح، وتحديدا بقطاع الكهرباء الذي هو يشكل نصف الدين العام، لا يريدون الإصلاح فيه. هذا أولا. ثانيا، لابد من مصالحة بين لبنان والمجتمعين الدولي والعربي، وهذا يتطلب أن يتراجع حزب الله عن الأجندة الإيرانية، وأن يتقدم خطوات إلى الأمام باتجاه لبنان، وأن يستعيد، أن يخرج من الدول العربية وكل هذه التدخلات. وهذا أيضا أمر صعب، لأنه هو بنهاية المطاف ينفذ الأجندة الإيرانية، وأيضا رئاسة الجمهورية لا تريد سوى المصالح والمحاصصات، ما يعني أن الأزمة ستستمر وليس هناك من فرج قريب، إلا في حال حصلت أي تسوية أمريكية إيرانية من شأنها أن تنعكس على لبنان، وهذا لن يحصل قبل أن نرى الانتخابات الأمريكية في شهر تشرين المقبل. يعني من تحليلك أستاذ نمر أقفلت كل الأبواب بوجه لبنان، يعني أنتظر بارقة أمل. لربما من يقرأ التاريخ اللبناني يرى بأنه مر عليه ظروف وانهيارات كما قلت وخرج منها سالما. يعني عندما تتحدث عن الإصلاح ومصالحة لبنان مع المجتمع العربي والدولي، ألا نرى هذا ممكنا لربما على المدى القريب؟ لا أعتقد أنه على المدى القريب هو متوفر، قلت لك بسبب أساسي. أولا، الشعب اللبناني شعب يبدع، شعب يعمل، شعب يحب الرفاهية، شعب أصلا الدولة قائمة كانت على الاقتصاد الحر، على السياحة الخارجية، وبالتالي اليوم المنطق الأساسي هو أولا علينا أن نستعيد الدولة فقط. يعني نحن لا نطلب الكثير، نطلب استعادة الدولة. كيف يمكن استعادة الدولة؟ بأن يكون هناك القرار بالسلم والحرب، أن يكون القرار السيادي مستقل وليس مخطوفا
من مصلحة إيران. فإذا اليوم نحن نطالب مثلا بحكومة تكنوقراط لا يكون فيها أي حزب سياسي ومن ضمنهم حزب الله، كي يثق المجتمع الدولي بهذه الحكومة ويدعمها بالمساعدات، ولكن أيضا علينا أولا نحن أن نساعد أنفسنا بأن نقوم بالإصلاح الحقيقي. هناك فساد جدا كبير، وأمام الجميع معروف أن الجزء الأكبر منه هو في قطاع الكهرباء، ولا يريدون إصلاحه فقط من أجل وزير يعني يكسب منه المال طوال هذه السنوات، وهذه مشكلة كبيرة. لهذا نحن نتوقع أن الأطراف السياسية الموجودة الحاكمة اليوم لا تريد أن تتراجع، وعلى رأسها حزب الله الذي يشرع سلاحه ويفرض كل أوامره على حكومة بظل غياب أساسا رئيس حكومة حقيقي. طيب في خدمة كل هذه المعادلة أستاذ نمر، يعني بما أنك في صحيفة نداء الوطن اللبنانية ورئيس قسم المحليات، لربما يعني تقوم برصد ما يجري في الشارع اللبناني، كيف هو رد فعل المواطنين اللبنانيين؟ هل هناك استكانة أم ربما سيكون هناك لربما آراء ضد هذه الحكومة وما يجري؟ هو طبعا الشعب اللبناني بدأ يعيش المعاناة، وهو يعيش يوميا معاناة. وصل الدولار إلى 10,000 ليرة، تراجع قليلا ولكنه من المتوقع أن يرتفع أكثر، لأنه لن يدخل أي دولار من الخارج. وبالتالي ارتفعت الأسعار، فقد اللبناني القدرة الشرائية، تغيرت كل طبيعة يومياته، هناك حالة من الفقر، يعني أكثر من 60% من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، هناك أكثر من 50% من اللبنانيين باتوا عاطلين عن العمل. يعني بالتأكيد الشعب اللبناني سيصل إلى المكان وينزل إلى الشارع وينقلب على كل السلطة السياسية، ولكن اليوم هناك عوامل أخرت من هذا الأمر. العامل الأول هو موضوع كورونا الذي يمنع الاختلاط ويفرض التباعد الاجتماعي، والعامل الثاني أن لغة الشارع حزب الله في الفترة الأخيرة استخدمها ليرهب الثوار والمتظاهرين واللبنانيين بأسلوب التخريب والتكسير، وبالتالي يعني صعب من إمكانية عودة نزول الثوار، ولكن في نهاية المطاف سينزل الشعب اللبناني إلى الشارع وسيسقط هذا العهد وهذه الحكومة. ولكن طالما هناك فرصة اليوم أمام هذه القوى السياسية لتعالج بمتطلبات بسيطة، فالأجدى بها أن تتجه إلى هذا الأمر وأن تستعيد لبنان قبل أن نصل إلى مرحلة لا يمكننا فيها أن نستعيد أي شيء، ويصبح لبنان أشبه بوضع العراق وسوريا ويحتاج إلى سنوات وسنوات لإصلاح حاله. من بيروت رئيس قسم المحليات في صحيفة نداء الوطن اللبنانية الكاتب محمد نمر، شكرا جزيلا لك.